مشاركة صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال مارنوس رالا بطرس صفير والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية وتدارسوا شؤونا كنسية ووطنية. وفي ختام الاجتماع أصدروا البيان التالي: أولاً، ثمن الآباء أعمال المؤتمر الأول للقاء مسيحيي المشرق الذي انعقد في نهاية الأسبوع الفائت بحضور فخامة رئيس الجمهورية وباطريكة الكنائس وشخصيات دينية ومدنية، فكانت مناسبة للإعراب باسم المسيحيين والمسلمين في لبنان والمنطقة عن القلق على الوجود أمام التحديات والأزمات التي تتهدد مصيرهم ومصير منطقتهم والحضارة المشتركة التي أنجزوها معا منذ 1400 سنة. وكانت الدعوة إلى تجديد الالتزام بهذا المصير وبهذه الحضارة المشتركين برؤية واضحة وثبات في الرجاء. فالمسيحية لا تقف موقف المتفرج على التاريخ، بل تصنعه أو تشارك في صنعه ببناء ملكوت المحبة والعدالة والمصالحة والسلام، وبخاصة في هذا الشرق في خط الإرشاد الرسولي: الكنيسة في الشرق الأوسط شركة وشهادة. ثانياً، يهنئ الآباء ذوي اللبنانيين التسعة الذين كانوا مخطوفين في أعزاز بإطلاق سراحهم وعودتهم سالمين، وهم يصلون من أجل نجاح المساعي لإطلاق سراح المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم والكهنة الذين ما زالوا مجهولي المصير. وهم ينظرون بعين الأمل إلى اليوم الذي ستنجح فيه المساعي المحلية والدولية في إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السجون السورية واللبنانيين المخطوفين في نيجيريا وسواها، وفي خضم الاعتداءات على كرامة الشخص البشري والحريات، يبقى لبنان الذي تأسس ككيان حرية مدعواً لتعزيز وحماية كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية والحريات العامة، وفي طليعتها حرية التعبير والرأي والدين والضمير. ثالثاً، لقد آلم الآباء وجميع اللبنانيين الاقتتال الدائر في مدينة طرابلس وما يوقع من ضحايا وجرحى وما خلف ويخلف من أضرار جسيمة في المنازل والمتاجر، ويحرم المواطنين لقمة عيشهم وهناءهم، ويمعن في إفقارهم بإهدار جنى عمرهم، ويعطل الحياة العامة في المدينة. وما يؤلم بالأكثر هو أن الأحداث في طرابلس هي مجرد تصفية لحسابات المتنازعين الإقليميين والدوليين، وأن قادة المحاور في الداخل والخارج يمدون المسلحين بالمال والسلاح. لذا يرحب الآباء بالخطة الأمنية التي بدأ الجيش والقوى الأمنية بتطبيقها في المدينة، فينبغي دعمها الكامل في مهمتها لكي تحكم سيطرتها على المتقاتلين وأماكن التوتر، كما ينبغي منع الإعانات والمساعدات عنهم ورفع الغطاء السياسي. ونأمل أن يتم ذلك أيضاً في مختلف المدن والمناطق اللبنانية حتى يعيش الجميع بأمان وسلام وتعود الحياة الطبيعية إلى المناطق اللبنانية كافة. رابعاً، يشعر الآباء بالخيبة أمام عجز المسؤولين السياسيين عن التوصل إلى تأليف حكومة يلتف حولها اللبنانيون وتواجه التحديات الخطيرة المحيطة بنا وتسهم في إخراج البلاد من الجمود السياسي والاقتصادي ومن الفلتان الأمني وتفشي السلاح غير الشرعي بين أيدي مواطنين. ويؤسفهم أن يكون العجز نتيجة لربط التأليف بما ستؤول إليه الأحداث في سوريا والمنطقة من انتصار لهذا الفريق أو ذاك، ونتيجة لسعي الأفرقاء في الداخل إلى الهيمنة الواحد على الآخر، كأننا بذلك
بلغنا مرحلة سقوط أسس الميثاقية والدستور لصالح التجاذب السياسي وصراع القوى، الأمر الذي يرفضه اللبنانيون المخلصون ويعبرون عن هذا الرفض بأنواع شتى. خامساً، توقف الآباء عند جلسة مجلس النواب الأخيرة وأسفوا لما آلت إليه أحوال هذا المجلس، فبدل أن يسرع النواب إلى القيام بدورهم التشريعي وبخاصة إلى وضع قانون جديد عادل منصف للانتخابات النيابية والإسراع في إجرائها استعداداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده الدستوري، إذا بهذه المؤسسة تتحول مكاناً لتصفية الحسابات السياسية. هذا الجو يقلق اللبنانيين ويعطل دور لبنان ورسالته في هذه المنطقة على مستوى الإنماء والاستقرار والسلام وتعزيز العيش المشترك السياسي والاجتماعي القائم على الثقة المتبادلة والتعاون في ورشة النهوض والمشاركة المتساوية والمتوازنة في الحكم والإدارة. سادساً، وإذ يقلق العائلات خطر تفشي شلل الأطفال بسبب الاكتزاز السكاني والنزوح المتواصل من الخارج والوباء البيئوي الذي قد يساعد على دخول فيروس هذا المرض، يدعو الآباء المدارس والمؤسسات والعائلات للإفادة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال التي تنظمها وزارة الصحة العامة في لبنان وفقاً لبرامجها المعلنة. سابعاً، يعرب الآباء عن قلقهم من تفشي زراعة الممنوعات وصناعة المواد المخدرة وتهريبها، وما يعرض سمعة لبنان للاهتزاز ويضع المجتمع اللبناني أمام تزايد خطر الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، ويقع ضحية ذلك كله جيلنا الشاب الذي يكفيه ما يواجهه من تحديات. ثامناً، تحتفل الكنيسة يوم الأحد المقبل بافتتاح السنة الطقسية الجديدة، ويلتئم خلال الأسبوع الثاني من الشهر مجلس البطاركة والأساقف الكاثوليك في لبنان، فيدعو الآباء أبناءهم إلى مواكبة هذا المجلس بالصلاة من أجل الاستقرار في لبنان والسلام في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط ونجاح الاستعدادات لمؤتمر جنيف الثاني، ويدعونهم إلى إحياء السنة الطقسية بمشاركة الكنيسة في التأمل بأسرار الخلاص وعيش ثمارها بشفاعة الدائمة البتولية والدة الله مريم والرسل والشهداء والقديسين.